شارع الهرم واحد من أهم شوارع الجيزة وأهم شوارع مصر كلها. أول من بناه الخديوي إسماعيل لاستقبال ضيوفه في افتتاح قناة السويس، وخصوصاً الإمبراطورة أوجيني اللي أعجب بيها جداً. النهاردة شارع الهرم كله محطات ومعالم شهيرة زي ترعة الزمر، نصر الدين، الطلبية، مسرح الزعيم، المنصورية، المريوطية، كل دي محطات. زمان الناس كانت بتهرب من زحمة القاهرة ويسكنوا شارع الهرم لأنه كان هادي وجميل، زي مثلاً عميد الأدب العربي طه حسين وعميد المسرح العربي يوسف بيك وهبي اللي كانت فيلته في شارع العشرين بالطلبية. لكن الزمن اتغير والشارع اللي كان هادي بقى بيسهر لحد الصبح، وفي نفس الوقت اللي بيخلص فيه يوم اللي شغالين في أماكن السهر بيبتدي يوم تلاميذ المدارس والموظفين اللي طالعين على أشغالهم. كلهم بيتقابلوا الصبح في شارع الهرم، الشارع اللي ما بيعرفش النوم. بتلاقي وقت فين لبيتك؟ والله الحمد لله ولادي يعني عاشوا معايا يعني حاجات صعبة كتير، بس بجد الحمد لله هم خدوا على كده، فبالتالي بحس إن أنا يعني معاهم في التليفون، معاهم على التليفون في كل حاجة. لو مثلا رايحين درس، ماما احنا رايحين درس ماشي، أول ما توصلوا الدرس بلغوني أتصل أنا بيهم، أتصل بالمدرس أعرف منه إن هم وصلوا بالتالي ودخلوا الدرس. تطبخي يا ماما؟ بحضر حاجتي وأحطها على النار على طول. ماشي. وبتبقى واقفة ملوكة معايا، ماما أقول لها أعملي كذا وأعملي كذا ونبقى مع بعض. خلاص مع بنتك. طب أنت كنت مع مامتك زي ما حضرتك في حاجة؟ أنا كنت بعمل دورة مدارس، كنت أنزل الصبح أفول عربيتي وأخد بعضي أروح أودي الولاد المدرسة، واجي من المدرسه اجيب الفطار، كل الولاد ما مش عندهم دراسه الصبح، اخد بعضي واروح على البيت اصلي الظهر وادخل على المطبخ احضر لهم الفطار نقعد نفطر، وبعد كده اروح نازله جايبه دوره المدارس. بعد ما اجيب دوره المدارس اعمل دورين عشان افول العربيه، وبعدين يروح المدرسه. وبعدين بالظبط كده بقى، كان عندي مدرسه بقى كان فيها بنتين بيروحوا بعد الظهر، بتاخد البنتين دول اوديهم اثناء ما انا بجيب الولاد التانيين. مسكتي والله هو باباهم موجود، بس يعني مريض صغير، غير ان هو مريض كمان يعني الاستهتار كان فيه حاجه صعبه شويه، فبالتالي معايا تعبت. وكان سبب انفصالنا كان ابني الكبير، اشتكيت له مره منه فضربه بعنف، فطبعا شدينا انا وهو فرمان يمين، كان اخر يمين خلاص ملوش رجعه تاني. طب بقول لك ايه، انت كنت مع مامتك زي ما اولادك معاكي كده؟ انا كنت احن على ماما واولادي. احن كمان؟ طبعا، وهي تشهد لهم كل ما يجوا يكلموني او يضايقوني او يعملوا حاجه ماما بتقعد تقول لهم انا ما شفتش منها حاجه عشان اقول ان انتوا بتعملوا كده او بتضايقوها. ايه رايك في البني ادم اللي بيشتغل كده بالمقارنه للبني ادم اللي هو الدنيا كلها جميله لما تكون فيها معافره وشقه وعناء؟ انت بتحبي المعافره والشقه؟ بتحسي ان ليها طعم جميلة، هي فعلا تحبي الدنيا تنكش فيكي كده وانت تنكش. وامر بصعوبة يعني بحاجات صعبة وامر بحاجات جميلة الدنيا كده، هي كده وكده، ما عشتهاش صعبة مش عشتهاش سهلة. بقول لك يا مستني، انا عايزة اقف على جنب، عايزة اديكي حاجة هتحبيها. حاضر يا حبيبتي.